ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى التنبيه، لكني لا أطيل، أنا أطلت مع الإخوة كثيرا. طيب، إلى تتمة، نتكلم على النوافل الآن في الصلاة في التنبيه. قال، تكلمنا على الوتر وأقل ركعة تهين منه، وقت الوتر ما بين العشاء وطلوع الفجر. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رزقهم صلاة من طلوع الفجر إلى من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقلنا الوتر واحدة، ثلاث، خمس، سبع، تسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ليل الوتر، أو في أول الليل وفي أوسط الليل وفي أواخر بالنسبة للتوقيت ده يا شيخ، يعني التوقيت اللي هو الحالي، هل يعني بعد الأذان اللي هو الأذان ده مش هو الأذان الصحيح؟ طيب، يعني له أن يوتر بل له أن يقيم الليل، عنده 20 دقيقة يقيم فيهم الليل. نعم، يوقع فيهم الوقت ويعتبر في الليل. نعم شيخ، ويوقع فيهم الوقت ويعتبر كده في الليل. يعتبر في الليل. نعم. أقول إخوتي الكرام، ويصلي الضحى 8 ركعات. يقول المصنف: ويصلي الضحى 8 ركعات من كل ركعتين، وهذا رواه أبو داود، يسلم كل ركعتين، هذا رواه أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. قال: الضحى 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين. طبعا تعلمون بأن حديث أم هانئ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل وابنته فاطمة إيش؟ تستره. وابنته فاطمة تستره، فصلى ركعتين بأبي هو وأمي. وأدنى صلاة الضحى ركعتان. لحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وأن أصلي ركعتي الضحى، أصلي ركعتي الضحى. وأدنى الكمال 4، وأفضل منه 6، وأقصى صلاة الضحى على قولين: القول الأول 8 ركعات، القول الثاني 16 ركعة إلى 16 ركعة، وهذا ضعيف، لأن الحديث الذي ورد في 16 ركعة حديث ضعيف، والصحيح في 8 ركعات. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ويزيد ما شاء. ووقت هذا فيه كلام، هذا حديث فيه كلام، حديث رواه مسلم، فيه كلام في معناه أنه ما شاء، يعني ما شاء إلى إيه؟ إلى الضابط الأربعة، مش أزد من ذلك، لأنه الكلام عن الضحى مفتوحة هذا كلام ليس صحيح. فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، ووقته كما جزم الإمام الرافعي من ارتفاع الشمس إلى استواء، يعني قيد رمح، بعد الشروق بعشر دقائق ربع ساعة يبتدئ وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى استواء. قال النووي: والتحقيق إلى الزوال، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار، اللي هي حين ترمد الفصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. نعم جي. بعض الناس يظن أن الصلاة بعد ارتفاع الشمس اللي هي الشروق. شروق. في هذا الباب. هو طبعا الحديث أنا أدين الله بضعفه. نعم. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قاد يذكر الله جل فلا حتى صلى ركعتين فلو أجل حجة تامة، هذا منكر. وهذه الصلاة ما في صلاة اسمها صلاة الشروق. نعم. والصحيح أن صلاة الضحى وصلاة الضحى أفضل وقت لها هو حين ترمد الفصال، عند ربع النهار كده في هذا الباب يصلي ركعتين. يعني في الساعة في الحدود دي. نعم. في الشتاء بيبقى 8 9 9 ونص، وفي الصيف 10 10 ونص. والسنة عدم المواظبة عليه. هو حقيقة الأمر أنا أواظب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وترك، لكن عائشة قالت كان يترك خوفا على أصحابه، صحيح؟ بعض رماء قال بذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلى وترك. كان يصلي وكنا نظن لا يصلي. لا، هو حقيقة الأمر، يعني حقيقة الأمر أنه يعني صلى وترك بأبي هو وأمي. نعم. وحقيقة الأمر أنها إلى الزوال. وإذا مضى الزوال لا قضاء. لا تقبل. لا آخر وقت لا تقبل. وقت الزوال وقت ارتفاع الشمس في كوكب السماء. الساعة كم شيخ؟ قبل الظهر بربع ساعة. قبل الظهر بربع ساعة. قال المصنف: ويقوم في كل ليلة من شهر رمضان ب20 ركعة. هذه ليست سنة، لكن هي جائزة. نعم. ليست سنة.
إذ السنة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك 11 ركعة صلى 11 ركعة في رمضان ولا في غير ولا في غير رمضان. هذه السنة. خلينا نبدأ بقى. نعم شيء. يعني شكل بين يبدأ من قال من زاد عن 11 ركعة. لو إيش؟ يبدأ من زاد عن 11 ركعة. الشيخ رحمه الله. ما فهمت. الشيخ يبدأ من زاد. الشيخ الألباني. صراحة هذا كلام خطأ. هذا كلام خطأ. عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى. فإن خش الصبح فليوتر بواحدة. وأيضا. أنا يقيدها فعله. ها؟ هذا العام لا يقيد فعله. لو قلنا يقيد فعله ورد في سنن أبي داود أو سنن النسائي أعتقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تركه وذهب بعدما انتهى من الصلاة معه ذهب فأتم الصلاة بأهله. فدي دلالة. وطبعا إذا قلت لي النبي لم يطلع أقول لك الله إيه؟ اطلع. فهنا سديح ليس دي وقعت حال لا هتخصصها بمن؟ ما تخصص صلاة الضحى لا تصلى أربعة متصل. أستاذ ماهر عبد المجيد هو ده من الاخ ماهر جزاه الله خير. اسماعيل بيقول حضرتك تشرح مسافه فقهيه وترد فيها كلام المؤمنين. انا ما رددت كلام المؤمنين من راسي. يعني انت كده افتريت عليا. ومع ذلك اجلس تعلم واستمع ولو عندك شيء من العلم اظهر العلم ممكن ناخذه منك. انما كنت يعني ما عندك تجلس تتعلم افضل لك. فاقول اخوتي حتى ورد عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اصلي الضحى اربعا بصلاة اثنين ركعتين ركعتين. الحديث بأسلها حتى حديث النسائي وإن كان فيه شذوذ صلاة الليل والنهار مثنى. كانت تصلي أربعة تقول لأن أم سلمة كانت تصليها ثمانية. لكن أم سلمة كانت إيش؟ تصلي جالسة. نعم. فلذلك كانت تقول أعوض ما كانت تفعله عائشة. عائشة قيمة أربعة ولأن صلاة القاعد على النصف من صلاة الإيه؟ القائم. نعم. قال المصنف يقول ويقوم في كل ليلة من شهر رمضان بعشرين ركعة يعني بعشر تسليمات في كل ليلة بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. هذا الأمر عجيب جدا. فيه مسائل عند الشافعية. المسألة الأولى هو أنه لو صلى أربعا بتسليمة واحدة لم يصح. ولذلك الشافعية يقولون ولو سهى وقام للثالثة يجلس ويزول السهو. لكن لو استمر وصلى أربعا فصلاته باطلة. لما يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خش الصبح فليوتر بواحد. فقالوا مثنى مثنى. وفي رواية طبعا رواية فيها شذوذ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالصحيح عند شافعية في هذا الباب أنه لو صلى أربعة متواصلات صلاة باطلة لم يصح. هنا ده قالوا هذا إيش مجمل. والتفصيل قوله صلاة الليل مثنى وذلك 20 ركعة قالوا ركعتين. لكن من صلى أربعا قال به بعض العلماء بأنه صحيح. ولكنني يعني الآن في مذهب الشافعي مش أقول على المسألة. لكن حقيقة الأمر في السنة لو صلى أربعا على غرار ظاهر حديث عائشة أربعا لتسع حسنين وطولهن ثم أربعا لتسع حسنين وطولهن من أخذ ذلك لا يلم عليه ولا نقول باطل. لكن الشافعي يقولون لا تصح. متشغل واحد بتشغل واحد وده رجحوا بعض الماء. نعم عشان لا يشابه الفريضة يعني لا طبعا عشان لا يشابه الفريضة كالظهر أو العصر أو العشاء. فهو يصلي أربع متواصلات بتشغل واحد وبسلامين وده ظاهر النص. والصنعاني والشوكاني رجحوا ذلك وقالوا الأمر مشكلة ده اجتهاد شخنا في مش اجتهاد ده كلام ظاهر كلام هو الآن. أنا بتكلم على التشهد الواحد هذا الأصل فيه. وورد ان سلم صلى أربعة متشهد واحد صلى خمسة متشهد واحد. نعم أوتر خمسة متشهد واحد. الأربعة دي ما وردتش. ورد خمسة متشهد واحد. خمسة وسبعة وتسعة سبعة متشهدين متشهد واحد. يقول ويقوم في كل ليلة من شهر رمضان بعشرين ركعة. قلنا فيها مسائل. المسألة الأولى أنه يسلم من كل ركعتين. فلو قام أتى بأربعة متواصلات فهو فصارت باطل لابد أن يعيد ذلك لم يصح. نعم وهذا قاله القاضي حسين وغيره. ده المعتمد شنو؟ لا هو ده المعتمد عندهم. والصحيح انه في وجه اخر عند الشافعيه قال بان صوت صح لحديث عائشه رضي الله عنها وارضاه. قال يصلي 20 ركعه في الجماعه. روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل
ليالي من رمضان فصلى في المسجد وصلى الناس بصلاتين وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابع يعني ثلاث ليالي صلى بهم ولم يخرج لهم في الرابعة وقال لهم في صباحاتها في صباحاتها خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وراه ابن حبان وابن خزيمة عن جابر رضي الله عنه وارضاه أوراه ابن حبان وابن خزيمة عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات ثم أوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج علينا حتى أصبحنا الحديث وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم ولما سألوا عن ذلك قال خشيت أن وبعيدا عمر بن الخطاب هنا ابتدع ولا أحيى سنة أحيى سنة لأنه كان بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي انقطع عنها العلة وش الحلة ما هي العلة خشي أن تفرى طب الوحي قد إيش قد انقطع يبقى إذا لا نسخ يبقى لا فرض لا فرض لذلك قام عمر بن الخطاب بالناس فيها جماعة فانقطع الناس عن الصلاة جماعة فيها إلى زمن عمر في جماعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه عن أبي بن كعب وصلى بهم في المسجد قبل أن يناموا كما في الصبح وروى البياقي وغيره سند صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في رمضان بعشر ركعة هذه ضعفها الألباني والألباني قال لم يصح إلا ثمان ركعات وحقيقة الأمر حسن هذه المسألة حسن هذه الرواية أكثر من عالم والبهاقي أيضا اعتمدها أنه صلى عشان لذلك لا ينكر على من صلى عشان لا ينكر عليه ولا نقول بدعة ولا نقول بدعة لكن نقول الأكمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شوف لأن أخ ماهر ده يقول يعني أنتم المزاوية الأربعة تقول أن الترواح 20 ركعة وتقولون أن ذلك بدعة كيف تخالفون إحنا قلنا بدعة هو الأخ ده بيفتري علينا طول ما قاعد بيتكلم يقول لك وتجيب الكلام من راسك يا ابني يا قبور انت اقعد ساكت يا حبيبي اقعد تعلم اسكت تتعلم فلو عندك علم هات ما قال انها بدعه احنا لسه الان قلنا بدعه هل قلنا بدعه وقلنا بجوازها وقلنا انه حتى لو زاد على 36 ركعه كان في المدينه يجوز لكن الاكمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي الموطأ اهو في الموطأ يصلي 23 ركعه وجمع المخيب انهم انهم كانوا يوترون بثلاث ويسمي كل اربعه منها ترويحه يعني يجب أن يروح فيها لأن كانوا يتروحون عقبها أو يستريحون في ذلك وقال فرد الطالبين لا تصح ولا تصح نياته مطلقة بل ينوي ركعتين من الترويح أو من قيام الليل وهذه الدلالة واضحة جدا أن الترويح هي القيام وإن كان في وجه عند الشافعية يفرق بين الترويح وبين القيام والصحيح أن القيام والترويح واحد لما هالما لأن النبي قال لأن عائشة قالت ما زاد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير ولا في غير رمضان. ثم يقول ما كان بعد نوم وكان قبل نوم ها؟ يقول ما كان قبل نوم وكان بعد نوم. لا 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 هو بس فقط يسميها التهجد بعد نوم تسمى تهجد. السنة أتبع. والسنة ألزم والسنة أتبع. السنة ألزم والسنة أتبع في ذلك. ويوتر بعدها في الجماعة تبعا لها لنقل السلف إلا أن يكون له تهجد يصليه بعد التراويح. فيجعل الوتر بعده لحديث الصحيحين يجعله آخر صلاتكم بالليل إيش وترة نقول لا يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام لقى حديث مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له إيه قيام ليلة يعني كل الليلة من العشاء إلى الفجر طيب الرجل يريد يصلي بالليل نقول له إذا عند الوتر قم يبقى أنت صليت معه حتى انصرف ولا ما صليت صليت فلما انصرف قمت أنت فأتيت بالركعة الثانية تشفع لك ذلك هذا بالنسبة للوتر ونقول بأنه يجوز أن يصلي 36 ركعة يجوز أن يصلي 20 ركعة ولكن الأكمل والأفضل فعل النبي والنبي لم يزد عن 11 يبقى هنا عندكم فعل النبي وقلنا بالجواز على غير فعل النبي أنتم لما يعني تحاربون على غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لكم يجوز وليس فيه شيء يعني ما لكن قلنا الأكمل أن تفعل ما فعله من النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نقف عند هذه صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر وجالس نعم صلى ركعتين نعم صلى ركعتين بعضهم قال هذه ركعتين الفجر وبعضهم إيش في هذا الباب شفنا واحد بيقول الصهاينة قريب تدخل كل البلدان العربية ومنهم مصر وأنتم ما زالوا الصهاينة مالهم الصهاينة قريب تدخل كل البلدان العربية ومنهم مصر وأنتم ما زال قاصدين في كم تصلي
اه شفت شفت الراجل الراجل الواقع عنده الواقع اهم حاجه الواقع بتاعه. يا اخي يا اخي الصلاه دي اللي هتطرد الشياطين قبل ما تطرد اليهود. انا مش هقدرش الصلاه هتطرد الشياطين وتطرد بعدها اليهود. بس صلي يا بابا. هل لو تركنا ولو تركنا هذا الكلام لا مش هنعمل. هو الحاصل يا شيخ اسمعني بس، مو زي التانيين برضو قال لك انتوا خليكم في النفاس والحيض. ها طب ما النفاس والحيض هيستوي نسائكم من النفاس والحيض، تعرفوا متى تجامعون متى تولدون متى يعني متى تصلون، فهتستقيم حياتكم والمجتمعات تستقيم بذلك، فتعلم ما ينفعك. نقول يا شيخنا لو انت قرات كتابا للفقه تجد ان كتاب الجهاد لا يبدا به بل يبدا به بعد فقه الطهاره والصلاه. نعم نعم. والبيوع كان العلماء يقولون كيف تجاهدون وانتم على جهل ولا تعرفون كيف تتعبدون ربكم جل في علا. عايز تخش على الجهل. المساله عظيمه شيخ، المساله عظيمه، المساله عظيمه. نحن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا به الحمد لله. شيخنا هناك سؤال يقول ده في سؤال جالي، هل 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 يجوز ان ندعو عليهم اللهم املا قبورهم وبيوتهم نارا؟ لا ما يجوز. اللهم اهدي اخواننا يا رب، اللهم اهديهم يا رب اذا كانوا على الاسلام، وان كانوا على الاسلام اللهم اهديهم يا رب الى الاسلام، اللهم امين. رضي الله عنك استاذ احمد الالواني، انت فاضل رضي الله عنك. يا رب يسعى عليك هذه الوظيفه يا رب، يا رب تاتيك بكل ما تفرح وتسعد وتكون خيرا لك باذن الله. والله بيقولون لي مجانين مجانين والله. هل ممكن ندعي لهم ربنا يشعل قبورنا؟ لا، ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. نعم ان تنصروا الله ينصركم، هذا اهم شيء. شفنا بس السؤال ده لابد حضرتك تجاوب عليه بعد اذن يعني يجب فضلتك يعني. ماشي. يقول انتم تعيبون في الاشاعره وكل الاسانيد التي اتت من اهل العلم كلهم اشاعره. وش فيه؟ فانتم ليس لكم سند. بتوع هذا كذب. ليس لكم طريق. هذا كذب، هذا كذب كذب صراح. لكن اقول لك طيب الاسانيد عندنا الصوفي والاشعري وش فيها وبعدين؟ وش فيها؟ ما احنا لما قلنا المذهب لا يسقط لا يسقط الراوي. اهو دي دلاله على ان احنا عدول مش زيكم. انتوا بتكفروا المخالف، احنا ما كفرناهوش. يعني دي لينا مش علينا هنا. لانكم كل المخالف عندكم تكفروه. كفروه وتبدعوه وتفسخوه، احنا قلنا صح المذهب لا يسقط ايه؟ لا يسقط العداء، لا يسقط الراوي، فلذلك اخذنا به، وش فيها بعد ذلك؟ وش فيها بعد ذلك؟ ده صاحب الحقيقه قال لي ذلك وجه لوجه. واجبته على ذلك فسكت الشكل. ان شاء الله كان صمته وكان صمته رائع. رجال البخاري المتكلم فيهم حوالي 80 رجل. اه بس بقى وكل كله اصحاء. مسلم 160 اه رجل. والكلهم والحق كان مع الحق كان مع البخاري وكان مع مسلم. يعني الدرقوتني حتى الالتزامات في هذه الحق كان مع البخاري وكان مع مسلم. تتبع الالتزامات الدرقوتني لما تكلم في البخاري في 80 رجل. والحق كان مع البخاري مش مع مسلم مش مع الدرقوتني. اهو اخونا ابو مالك اهو طلع. خليك ابو مالك بقى هنا ابو مالك بالله خليك معايا. الشيخ له فضل في تحذير القبول لكن شرك القصور لا. طب شرك القصور ايه شرك القصور؟ انا كنت نايم في الجنينه. قلت لك انا بلتحف بالمخد مش بالالحفه، بلتحف بالتخت من البرد وانا بطلب علم. كنت بلتحف والله بجعل التخته اللي هي الطاوله بجانب الطاوله ادبسهم في بعض عشان واجيبهم عليا عشان البرد اللي موتني. فين شرك وايه هو شرك القصور اصلا؟ عرفوني عرف لي يعني ايه شرك القصور عشان انا اطلع منه. لو انا فيه اطلع منه اعوذ بالله. يا عم ابوس ايدك هات لي اي قصر اقعد في يومين ولا بتاع ارتاح بس جيب نت عشان ادي الدروس برضه. شرك للفلل ايه؟ شرك للفلل وفي شرك وشرك السيارات برضه. السياره اللي انا انقلبت بيها واتعامل ده اخ بيقول لي ايه ده؟ هو في ايه؟ هو انت راكب السياره دي؟ قلت له الله. هو انت بص السياره مش باصص للموت اللي انا كنت فيه؟ يا دوز السلام يوصل الموت اللي انا فيه. يعني الان ابا مالك انا لا الوم عليك والله لا الوم عليك. ان اخذت عليا بتقول ان انا ادعو الى شرك والله انا مش عارف يعني ايه شرك القصور والله العظيم ما اعرف. فهمني يعني ايه؟ يعني ايه شرك القصور وانا اقول لك صح انا في كده اطلع اخاف اطلع. او ان انا ان انت غلطان في حقي. فخليك بقى منصف الان كما انصفت ان احنا الحمد لله يعني ما تركنا شرك القبور. هات لي الان ايه شرك القصور عشان لو كده يبقى انت عملت ايه؟ احسنت الي وانقذتني من هلك اكون فيها بشرك القصور. فاهم؟ او ان انت مخطئ فابين خطاك. ايه بقى هو شرك القصور؟ لو سمحت اديني جمله واحده افهمها ما هو شرك القصور؟
اظن بنتكلم عن موضوع ولاة الامور وعدم الرجوع. عرضنا عليهم بان ده اعتقاد اعتقاد النبي واعتقاد الصحابه. رد علي ما قلت. هو ازاي سميه شيخ؟ ما لا بس هو مش دي مش دي. خلينا نشوف بس نقول له هات التاني. يعني هو الاخ برضو قال لنا يعني انت مع السلطه. لا يا اخويا انا مش مع السلطه، انا مش مع اي حد، انا مع النبي، انا مع النبي، انا مع النبي، والنبي امرني اسمع واطيع لولي امري، فساسمع له واطيع وان كان عبدا حبشيا. وده كلام النبي ورغمة الانوف. ومن قال بان ده خطا وان ده مدهنه او بيع دين بين لي ذلك يا اخي بالدليل، واقسم بالله العظيم ساخرج عليهم اكتر منك، اقسم بالله على ذلك. بس بين يا ابني دينا، بين يا ابني بالدليل يا حبيبي. ما هي مش هوى، ما هي مش ضياع دين وضياع دنيا، هتضيعنا دنيا ودين، فاهم حضرتك؟ بس جديده شيخ القصور، ما احنا عايزين نعرف. ابو مالك دخل رمى 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 الطابوق اللي بيبنى بيه القصور وما اعطناش الكلمه. انا معاك اهو الان. هو واحد بيقول لك نبيكم محمد عبد الوهاب. وليس ملكا يصيبه يخطئ هو ايضا. مجدد واعتقد فيه فانه مجدد وليس ملكا يصيبه يخطئ اذا اصاب الراس واذا اخطا ايه؟ بس. ماهر عبد المجيد بيقول يعني انت رسلاني؟ رسلاني ايه دي؟ مراسله البوسطه؟ ايه رسلاني؟ يعني ايه رسلاني؟ اتفضل. يعني الناس دي بتجيب مصطلحات جايبينها منين مش عارف. يعني ايه رسلاني؟ في ايه؟ يعني بقى كلامي مرسل غير موصول؟ كلامي مرسل غير موصول يعني ايه رسلاني؟ اتفضل قول لي. ما تشوف الناس ايه اللي فيها دي؟ نعم خلي لقاء كبير ونحن معكم ولا في اي شيء، وبالادب وبالاحترام كل واحد يتكلم في الامر، ولا حتى يبقى فيها حتى المواجهه. ما فيش مواجهه زي الصالونات اللي عملها الاخ اللي جابني ده، وناخد الناس تسمع الناس كلام هؤلاء وكلام هؤلاء وتعرف الحق فين. فين قال الله قال الرسول؟ بس. وده حق. العنب اه العنب كان لازم يكون معنا الان. استغفر الله. قال له لا مش رسلاني يا مهبلاني. شيخنا يقول حضرتك يد الله فوق ايديهم، تفسيرها منك يا دكتور؟ تفسيرها ان الله تعالى في السماء ويد الله جل في علاه حقيقه. الله يوصف باليد، وان يد الله فوق ايديهم. الله تعالى فوق عرش، فوق ايش؟ فوق العباد. وان الله جل في علاه يوفق عباده ويشد على ايديهم بالتوفيق والتسديد. سيقولون هذا تاويل. قلنا لا، ده تفسير باللازم بعد اثبات الايه؟ بعد اثبات اليد. انا بس ابو مالك فين راح بتاع شرك القصور؟ راح فين؟ خلاص خلصت، خلصت اهو بينا له. انا خلاص معاك اهو الان. هات لي يا ابن الحلال ما هو سر، ما هو شرك القصور. طب انا اقول لك، ارد عليك القول، انت اخطات في حقي وظلمتني. انا لست ممن يدعو الى شرك القصور على فهمك او فهمي. انا لست كذلك ولست افعل ذلك. كل الذي افعله انني ادعو الى الكتاب والسنه، فمن عارضني بالكتاب والسنه فهو فوق راسي، ومن كان صاحب هوى فلا 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 فضل له عليه. شيخنا يقولون يعني الرسول خرج بتشابه الشيخ رسلان في الكلام في ولاة الامور، يعني انت عدم الخروج هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال بها ما كان بقى لا رسلان ولا محمد عبد الوهاب ولا ابن المسيب ولا الشافعي، بل كل دول كل هؤلاء بيقولون بذلك. ماهر ده الشيخ بيقول خرج حضرتك مجسم. طب ما معنى مجسم يا ماهر؟ هات لي معنى الجسمية ايه وانا اقول لك. اتفضل. بقول ان الشيخ رسلان حذر من ربنا، الله يحفظه يا رب ويكرمه، حظ خليه يحذر من طوب الارض حتى، مفيش مشاكل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم.
الهرم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم.